سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم نحاول أن ننتهي من الفصل الحادي عشر حتى نقف، لأن اليوم آخر يوم في الحكم في رمضان هذا العام، فنحاول إن شاء الله أننا ننتهي ونقف على فصل جديد أو باب جديد إن شاء الله. بعدما تكلم على أدب العارف مع الله وأنه لا يطالب الله بالتأخر في مطلبه، ولكن يطالب نفسه بالتأخر في الأدب، فإذا سأل الله وألح في الدعاء فتأخرت الإجابة، فعليه أن يراجع أدبه مع الله ولا يتهم الله بالتباطؤ في إجابته، بل يتهم نفسه بإساءة الأدب في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. ثم بعد ذلك أراد أن يبين أدب آخر مع الله، على العارف بالله أن يتأدب به، وعلى السالك إلى الله أن يمتثله، وهو الاستسلام لقهر الله عز وجل، فلا يحارب الأقدار ولا يعيش في بنك مع الأغيار، ولكن يستسلم لقدر الله فيستريح قلبه، وإن عانت الأجساد بالتعامل مع الأسباب إلا أن القلوب تكون مطمئنة لقدر الله وقضائه، فيكون مستريحا بقلبه منهكا بجوارحه إن كان ولا بد أن يكون منهكا. فيقول: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره وفي الباطن مستسلما لقهره فقد أعظم المنة عليك. فماذا تطلب منه أكثر من ذلك؟ أنت تطلب منه بصفتك طامعا في كرمه أشياء كثيرة تريد أن تحدث بسرعة، ولكن أراد أن يبين لك نعمة إن أقامك الله فيها فهي بالنعم كلها. فقال: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره، أي متشرعا على سنة نبينا وملته صلى الله عليه وسلم، ظاهرك مسلم مستسلما لله عز وجل متزينا بأنوار الشريعة، فلا تضع نفسك في مكان يمقته الله، ولا تفعل فعلا أمرك الله أن تنتهي عنه، وعلى هذا تكون ممتثلا في الظاهر، ثم بعد ذلك تكون في الباطن مستسلما لقهره، أي راضيا لأحكامه فيك وفي غيرك وفي كل شيء حولك، فتكون في الباطن مستسلما لله وفي الظاهر مسلما لله، فتكون في الباطن مؤمنا وفي الظاهر مسلما. فالإسلام ظاهر والإيمان باطن، الإيمان وقر في القلب والإسلام ظهر على الجوارح. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على أن الإيمان محله القلب، والاستسلام الظاهري هو عنوان الإسلام. فإذا استسلمت ظاهرا كنت مسلما، وإذا استسلمت باطنا كنت مؤمنا، فإن تحققت بذلك لله كنت محسنا. ولذا يقول: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره، أي مسلما، وفي الباطن مستسلما لقهره، أي مؤمنا، فقد أعظم المنة عليك. يبقى عطاك بقى عطاء شديد لدرجة أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بكثرة النعم، على هذه النعمة الكبيرة التي من الله سبحانه وتعالى عليك. فحيث زين ظاهرك بالطاعة وزين باطنك بالمعرفة، فالواجب عليك أن تشكر هذه النعمة وتعرف قدرها حتى تعظم محبة الله في قلبك، وذلك أقصى مرادك وقصدك، والله ذو الفضل العظيم. ثم بعد ذلك أراد أن يبين أن الإنسان في طريقه إلى الله عليه ألا ينظر إلى الكرامة وإلى خرق العادة، ولكن عليه أن ينظر إلى الاستقامة،
فخير ما تطلبه منه هو ما طلبه منك. فالله سبحانه وتعالى طلب منك الاستقامة، ولذا ألهمك وأمرك وعلمك في كل صلاة أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، حيث أن أفضل ما تطلبه منه هو ما يطلبه منك. فلا تنتظر منه الكرامة ولا تنتظر منه خرق العادة، لأن هذه الأشياء قد تكون شاغلة لك عن الوصول إلى الله، وقد تجعل الخلق يقبلون عليك فيحجبونك عما أنت فيه من عبادة وترقي، وقد تلبسك ثوب شهرة فتشتهر بين الناس وتتزين بذلك، فبعدما كنت تعمل لله صرت تعمل للناس، فهذا كله قد يؤدي بك أن تتقهقر إلى منازل كنت قد تركتها منذ سنوات طويلة، تعود حيث بدأ، بل قد يعود الإنسان في حال هو كان خيرا منها حين بدأ. ولذا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذا الله سبحانه وتعالى جعل الكرامات إما يظهرها الله على يد من شاء من عباده حتى يدل الناس عليه فينتفعون به، أو يظهرها الله على يد من شاء من عباده فتنة له واختبار هل يركن إليها أم لا، ويجعلها ألعوبة بين الناس ويشتري بها الدنيا لإقبال الناس عليه ولقضاء حوائجه وتقبيل يديه وحمل حذائه وإكرامه بالطعام والشراب والملبس والتساء وغير ذلك، حيث أنهم ينتظرون منه البركة فيركن لذلك ويترك ما كان فيه من رغبة في الله عز وجل. فقد تكون استدراج، وقد تكون فتنة واختبار، وقد تكون لإظهار فضله حتى ينتفع به الناس، ولذا الإنسان لا يفرح. وقد تكون هذه الكرامة في بداية الطريق حتى يكتفك بها فتفرح بها فتستمر على ما أنت عليه من طاعة، كالطفل إذا بكى تلهيه بمصاص أو تمنيه بجائزة حتى يستمر على ما هو فيه من اجتهاد، فقد يعاملك معاملة الطفل سبحانه. ولذا لما قيل لسيدنا سهل بن عطاء الله التستري، قال له قيل له عن رجل قال إني أتوضأ فأجد الماء يسقط من يدي قبان ذهب وفضة، واحد من العباد بيقول له ده لما باجي أتوضأ بلاقي المية نازلة من إيدي زي الذهب والفضة، قبان ذهب وفضة، كرامة بقى. مش يقول له بقى إيه بركاتك يا عم الشيخ إيدك أبوسها وادعي لي، لا دي ناس عارفة فاهمة. سيدنا سهل بن عبد الله التستري ده راجل فاهم، الناس عايزة حاوي، العوام عايزة الولي ده حاوي، يمسك الكوباية فاضية يتلاقيها مليانة في إيده، يمسك الكوباية حدقة تلاقيها مسكرة في إيده، حاجة كده عايز واحد حاوي. فهمت إزاي؟ لا، المسألة مش هي كده، عين الكرامة هي الاستقامة. فقال له إيه لما بيقول له كده بقى؟ فكر بقى إنه هيقول له ده أنت حاجة كبيرة قوي، ده أنت بقيت قطب، ده أنت بقيت ولي، تعال بقى علشان تدرس للناس. فقال له إيه؟ فأجابه بقوله أما علمت أن الصبيان إذا بكوا أعطوا خشخاشة يشتغلون بها؟ دي شخشيخة ربنا بعتها لك لأن نفسك طفل عايزة حاجة تثبتك، فربنا بعت لك شخشيخة يلهي بها نفسك علشان تستمر على ما أنت عليه من طاعة، فلتلتفت إليه. فهمت؟ فبين له أنه ما زال صبي يعبد الله من أجل الكرامة، ويعبد الله من أجل الخصوص، ويعبد الله من أجل الشهرة، فألهاه عن ذلك ونهاه عن أن ينظر إليه. وقد تأتي الكرامة لفائدة أخرى وهي زيادة يقين العابد، يعني أحيانا كما تأتي استدراج
وأحيانا تأتي على سبيل الإكرام حتى يشجعه على الاستمرار، وقد تأتي على سبيل إظهار بركته للناس حتى ينتفع به الناس لأن الله أراد أن ينفع به الناس، أو أن تكون لزيادة يقينه أنه على الحق فيتشبث على ما هو عليه من الحق، فلها فوائد كثيرة. ولكن على أي حال ليست هي السبب في أن تستشعر أنك على الحق، ولكن هي مكافأة وأنت على الحق. لكن على الإنسان الصالح العابد العارف بالله أن يعلم أنه على الحق ولو لو وقفت الدنيا أمامه ضده. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان لوحده كده أمة، كان يعبد الله ويدعو إلى الله في عصره، ولا يوجد على الوجه الأرض مسلم إلا هو والسيدة سارة، مواجه الأرض كلها أمة الواحد، مش مستني حد يشجعه، مش مستني المية تتقلب في إيده شربات والجبال تتقلب في إيده ذهب علشان يعرف أنه على الحق. لا، أنت تعرف أنك على الحق بقدر اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا مات الصحابة وتركوا مكة وتركوا المدينة وجالوا في الأرض في جميع أقطار المعمورة ينشروا دين الله، وتفرقوا في البلدان وتفرقت عظامهم وأجسادهم في كل بقاع الأرض لنصرة دين الله، ولم يلتفتوا إلى أن يمكثوا في الحرمين حيث تضعيف الحسنات حتى تحدث لهم الكرامات وتنقلب لهم الأعيان، لم ينظروا لذلك أبدا. ولكن الذي ينظر لذلك هم أطفال العباد وأطفال الزهاد الذين لم يبلغوا درجة النضج مع الله، النضج في النية في الوصول إلى الله، ولكنهم يلتفتون لمثل ذلك. فقال: ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. أنت تريد أن تخلص من نفسك للوصول إلى الله، تخلص مما يحجبك عن الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى الله، فقد يخصك الله وأنت في طريقك إليه ببعض الفضائل وببعض النعم على سبيل التسلية وعلى سبيل التثبيت، ولكن لا يدل ذلك أنك تخلصت من العوائق والعلائق ووصلت بمجرد حدوث ذلك. ولذا قال: وأنت في طريق إلى الله إذا من الله عليك بخلق عادة فلا تظنن أنك قد تخلصت من كل شيء وأنك قد كملت، لا. ولذا يقول: ليس كل من ثبت تخصيصه أي بالكرامة كمل تخليصه أي من العوائق. ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه، خد بالك من الحاجات دي. وهذا هو آخر الباب الحادي عشر، وحاصل هذا الباب هو تحقيق الأدب في التعرفات الجلالية بدوام معرفته وشهوده في نعمته. إذا تعرف عليك بالجلال تنظر أن وراء هذا الجلال جمال، فتراه جميلا في جلاله، وإذا تعرف عليك بالجمال تخاف أن تحجب بالنعمة عن المنعم، فترى الجلال مخفيا في الجمال، ولذا تعبد ربا جليلا جميلا في آن واحد، فلا يغطي جماله جلاله ولا يغطي جلاله جماله سبحانه وتعالى، فترى القبض هو عين العطاء وترى العطاء هو عين القبض، فترى البسط في القبض والقبض في البسط حيث أنه هو قابض بسط في آن واحد، فلا صفة تؤثر وتمنع صفة سبحانه وتعالى. هذا هو كمال العارف بالله سبحانه وتعالى، يجده قابضا باسطا في آن واحد، يجده منعما ويجده مانعا النعمة في آن واحد، فإذا منع النعمة لأنه بهذا يسترك عن ضرر النعمة، فربما يعطيك النعمة التي تلهيك عنه، وربما يعطيك النعمة التي تجعلك متجبرا، فإذا منعك هذه النعمة هو عين عطاء القرب إليه حيث أنه منع ما يلهيك عنه. ولذا العارف يرى الله سبحانه وتعالى في الجلال جميل ويراه في الجمال جليل سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بين في أول الباب الثاني عشر وقال رضي الله عنه، والباب الثاني عشر موضوع ألا يستحقر العبد ولا يستقل ما أقامه الله فيه من عباده،
فلا يستحقر أسباب أي سبب من أسباب محبة مولاه سبحانه وتعالى. فيقول لا يستحقر الورد إلا جهول الوارد. لا يستحقر الورد إلا جهول الوارد. يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه. وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. طويلة شوية نقولها تاني بس سهلة. لا يستحقر الورد إلا جهول الورد، اللي هو إيه؟ اللي هو ما تفعله من وظائف عبادية توصلك إلى الله، سواء هذه الوظائف أوراد ظاهرة وهي أعمال الإسلام وهي فرائض الإسلام والسنن، ثم ما تتطوع أنت منه ما زاد عن ذلك، هذه هي الورد. يقول لك فلان ده لي ورد. ورد يعني إيه؟ يعني فوق الفرائض وفوق السنن الرواتب عامل لنفسه وظائف عبادات معينة بيعملها، إما صلاة، تلاوة قرآن، استغفار، أو شيء من هذا يسموه الورد. وكانوا يقولوا من ليس له ورد فهو قرد. يعني قرد قاعد يلعب في الدنيا يتنطط. ما هو القرد كده، ليه فاضي؟ يا بياكل يا بيشرب يا بيتنطط. كذلك اللي مالوش ورد قرد. ليه؟ لأنه قاعد كده يا بياكل يا بيشرب يا نايم يا في شغله العادي اللي هو زي ما كل الناس بتشتغل، يرجع بعد كده قرد. يروح النادي يتنطط، يقعد في التلفزيون يتفرج، يقابل صحابه على النصية ويتمشى، ويقول لك يلا نضيع وقت، ويلا تلعبني 10 طاولة، ويلا مش عارف ايه كوتشينة. يعني قرد قاعد يتنطط في الدنيا زي القرد، لا ينتج، يضيع منه عمره. ليه؟ لأنه ما وظفش لنفسه وظائف، فبقى عنده فراغ، فيقول لك أين تذهب هذا المساء؟ علشان كده برعة أين تذهب هذا المساء دي نشأت في العصور التي ترك المسلمون الأوراد. كان زمان ما فيش حد اسمه يقول لك أين تذهب هذا المساء؟ مساء إيه يا عم؟ أنا المساء عندي مقابلة مع الله. أنا بصلي العشاء وأروح بيتي منهك من عملي، أنام لي ساعتين ثلاثة وأقوم عندي مقابلة مع الله، واستعد لصلاة الفجر، واستعد ليوم جديد. كان أجدادنا كده كله. مفيش حد يقابل واحد يقول له أنت هتسهر فين النهار. دي بدعة جهلة المسلمين في هذا الزمان، لأنهم تركوا حفظ القرآن وتركوا الأوراد، فصار عندهم فراغ، فبقوا زي الأورادتية قاعدين بيتنططوا. حد قال لك مثلا من علماء الحرمين ان اين تذهب هذا المساء دي بدعة؟ لا، يقول لك صدق الله العظيم دي بدعة، لكن ما يقول لكش اين تذهب هذا المساء دي بدعة. يقول لك الاجتماع على الذكر بدعة، وما يقول لكش ان الجلوس في المسارح بدعة، والجلوس في النوادي بدعة. يعني حاجة غريبة، يعني اجتماع المسلمون فرحانين برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده يذكرون احواله السنية ويتفاخرون بنبيهم ويجددون محبتهم فيه صلى الله عليه وسلم يقولون أنها بدعة، ولكن لم يحاربوا البدع الأخرى التي هي تصب عن العباد وعن الدين. فلذا الورد هو ما يطلبه منك، والوارد اللي هو بقى نتيجة الورد وارد يجي لك من الله مدد، والوارد أنت طالبه منه. فهم؟ لا يستحقر الورد إلا جهول. ما تقولش بقى إيه يعني أنا من بقالي 20 سنة كل يوم بقرأ سورة الواقعة وسورة تبارك وبصلي على النبي 1000 مرة، ساعة لقلبك وساعة لربك، بطل بقى شهر وخد أجازة. ده نوع من استحقار الورد اللي ربنا يسره لك وجعل الأنوار تتفجر فيك ويثبتك عليه سنوات طويلة. فلا يستحقر الورد إلا جهول. أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جاهلا في جهلي، وأنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري. فدي صفات الإنسان، طبيعته كده. إن الإنسان لجهول، إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لعجول. هي دي طبيعة الإنسان كده، متعجل عايز يشوف النتيجة بسرعة. تتأخر طب سيب بقى، ما احنا جربناها يا عم 5 سنين ما عملناش حاجة، زي ما احنا، لأنه عجول متعجل. فلا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار الآخرة، يعني الوارد اللي هيجي لك ناتج عن الورد ده ربنا هيدخله لك في الآخرة. والورد ينطوي
بانطواء هذه الدار، ووردك وعبادتك اللي مطلوبة منك دي ربنا سبحانه وتعالى هيشيل عنك التكليف بعد هذه الدار، فهتصير عبادة تشريف مش تكليف، وهتعملها كده تلهمها كما تلهم النفس بلا تكلف ولا عناء. فالورد اللي انت بتعمله اعمالك دي هتنتهي بانتهاء عملك في الدنيا، بتنتهاء حياتك، فهي فرصتها بسيطة، لكن الوارد ده هيستمر خالد الى الابد. فهمت؟ فده تيسير على الله، ان ربنا يطلب منك عمل قصير في فترة محدودة ثم يعطيك عليه اجر مستمر الى ما شاء الله. دي محض كرم من الله. الوارد يوجد في الدار الاخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار. واولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده، يعني اولى ما تعتني به الحاجة اللي هتبقى. يبقى الاعمال الصالحة دي ثمرتها تبقى فلا يضيع وجودها، فاول ما تعتني به في حياتك. وعشان كده ربك قايل لك ايه اشارة لهذا: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. شوف الناس طول النهار بربندات بتتكلم، ولا البغبغانات يسبقوا البغبغان في الكلام. طول الناس بتتكلم في الاتوبيسات، على محطات الاتوبيس، في الشوارع، في البيوت، من البلكونات، وبعضهم بيتكلموا بالتليفونات والمحمول والتليفون اللي في البيت، كلام لا نهاية له، في اماكن العمل، في الطرقات، مع انفسهم، مع اولادهم، مع اصدقائهم، طول النهار بيتكلموا في مواضيع شتى. فربك سبحانه وتعالى عايز يقول لك ان افضل بقى كلام المواضيع الشتى دي، الكلام اللي انت تشغل نفسك بيه هي الانواع دي بس، ما تسيبش نفسك في اي كلام. لا خير في كثير من نجواهم الا، يبقى هتفتح موضوع كلام مع حد او تسمع كلام مع حد، شوفوا تبع الايه دي ماشي تبع ايه. لو ماشي تبع حاجه فيها استمر فيه، مش ماشي ابعد عنه، والا هتضيع عمرك. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس بس، وغير كده ما فيهوش خير. اي كلام تاني غير دول ما فيهوش خير. وعشان كده سيدنا رسول الله يقول ايه في معنى هذه الايه: الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وعالما ومتعلم. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا إيه بقى؟ ذكر الله وما ولاه، يعني ما أعان عليه، وعالم ومتعلم. فهي دي المعنى. وعلشان كده لازم تشغل نفسك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبق. كل الناس هتسيب الدنيا دي وترحل. كل الناس يغدو، شوف كلام سيدنا رسول الله يختصر كل حاجة أوتي جوامع الكلام صلى الله عليه وسلم، محدش يعرف يقول كلامه. الكلام اللي احنا نقوله مثلا في ساعة كان صلى الله عليه وسلم يقول في ثلاث كلمات خلاص. ويظل الناس في أسرار ثلاث كلمات يعيشوا قرون ما يعرفوش يخلصوا ما تنطويه من معاني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فيقول كل الناس يغدو، هيعدي، لكن هم الناس على كثرتهم نوعين بس. كل الناس وهي معدية في الدنيا دي بتبيع عمرها، بتضيع وقتها فبتبيع عمرها، فكأنه بيبيع عمره. واللي بيبيع عمره حاجة من الاثنين: يا إما بيبيع عمره للشيطان فيوبق نفسه ويقع يلاقي نفسه في جهنم، يا إما بيبيع نفسه للرحمن فيعتق رقبته من النار. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. شفت جمال الحديث؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. خلي حديثك كله في البر والتقوى. آيات كثيرة زي ما ربنا قال لك أقيموا الصلاة والزكاة، ليه أنت الآيات دي ما بتعملش بيها؟ هي دي يعني قرآن وده مش قرآن؟ ما كله قرآن. نعم. لا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار الآخرة،
والورد يعني يوجد ثمرته، ثمرة هذا موجود في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. أنت ممكن يكون طموحك مع الله ضعيف، أكثر ما أنت عايز تشتري جزمة جديدة، عايز يبقى عندك عمارة، عايز تتجوز جوازة حلوة، عايز يبقى عندك وظيفة كويسة، عايز يبقى عندك مركز بين الناس. كل دي حاجات تافهة، فربنا سبحانه وتعالى بيؤخر لك طلبك حيث تبقى هذه الأشياء، فلا يعطيك إياها في دنيا تفنى. فهمت؟ أنت كل كلامك وكل أمالك أمور تفنى ضيعة، فأين ما تطلبه منه مما هو طالبه منك؟ هو طالب منك اللي فيه الخير كله، وانت طالب منه على قد علمك، وانت جاهل في علمك، فكيف تكون جاهلا في جهلك؟ فهمت؟ تسلم لله، تفعل ما يطلبه منك وتسلم له سبحانه وتعالى. يقول ينقسم الورد إلى ثلاثة أقسام في الشرح: ورد العباد والزهاد من المجتهدين، وورد أهل السلوك من السائرين، وورد أهل الوصول من العارفين. يبقى ثلاث أنواع: ورد الزهاد والعباد من المجتهدين في العبادة، وورد أهل السلوك اللي هم سالكين إلى الله، وورد الواصلين العارفين. فأما ورد المجتهدين اللي هو النوع الأول، فهو استغراق الأوقات في أنواع العبادات، وعبادتهم بين ذكر ودعاء وصلاة وصيام. واضح؟ وذكرت بقى في كتب كثيرة أوراد الليل وأوراد النهار، وأذكار الخروج من المنزل والدخول المنزل، والأذكار اللي تقولها بعد الصلاة، والأذكار اللي تقولها بعد ما تفطر وانت صائم، والأذكار اللي تقولها لما تريد الصيام، والأذكار اللي تقولها لما تعود المريض. كل دي أوراد تشغلك حتى تكون مع الله في كل حال. وأما ورد السائرين بيجي غفلة كده، زي ما بتجيلنا أنت غفلة، شوف انت طبيت علينا كده غفلة قضاء وقدر، يجي لك الورد كده غفلة قضاء وقدر، زي ما بتيجي انت تطب غفلة كده، سكون في القلب، قوة في طاعة، شوق زائد، مش شرط تبقى رؤية. يعني رؤية ايه؟ انت عايز تبقى تلفزيون في النهار وتلفزيون بالليل؟ مش شرط. واللي ما بيشوفش رؤى مش معناه يبقى وحش، في ناس ما بتشوفش رؤى خالص وهم أولياء كبار قوي، فمش علامة الولي إنه يشوف رؤى يعني كل يوم كده، ويقعد كده كل يوم يقعد إيه يحكي للناس ويلمهم حواليه على القهوة ويقول لهم أنا إمبارح شفت. مش مسألة كده، كل ده لعب عيال، كل الناس اللي شغلة نفسها بيه ده لعب عيال، مش هو ده مراد الله من عباده أبدا. يجي له شوق مقلق وهمة لا تفتر في العبادة، دي الورد، شوق مقلق وهمة ليس معها فتور وخوف مزعج من الله، ده الوارد. ده يوم يدفعه دافع شديد إلى التوبة والحرص على العبادة وملازمة الصالحين. فهمت إزاي؟ كل دي واردات من الله تدفعك دفعا. فهمت؟ شوق مقلق، خوف مزعج، انتباه لا فتور معه، ونشاط وهمة لا فتور معه، دي واردات كلها إلهية. تسيبنا كمل بقى. يبقى ورد المجتهدين اللي هم اللي زي مثلا حالاتنا، احنا بنحاول نبقى كده، يعني بنحاول نبقى يعني اقصى حاجة عباد. الحمد لله، يا سلام، مفيش اجمل من انك انت تبقى داخل تحت تحت زمرة العباد. فده وردهم بين في انواع العبادات، بين ذكر ودعاء وصلاة وصيام. اما ورد السائرين، السائرين الى الله، العباد دول قاعدين طول النهار يذكروا ربهم لكن ما ساروش الى الله بقلوبهم،
لأنه مهموم في أوراده، مهموم في وظائفه، فحبس فيها فما بقى سائر، محبوس يومه وليله بين إيه؟ واجباته التي أوجبها على نفسه، وهو في زنزانة عظيمة. خد بالك احنا مش بنقول انه حاجة وحش، بس ده نوع وده نوع وده نوع، الناس أنواع أصلا. فالعابد ده حبس نفسه في زنزانة من الطاعات، ربنا سبحانه وتعالى يثيب عليها عظم الثواب، ولو مات على ذلك يصل في أعلى الدرجات. لكن مسكين ما حسش حلاوة هذه الأوراد، ولم يستشعر حلاوة ومذاقات العبادات والأذكار التي هو فيها ليل نهار، فأراد أن يسير بقلبه لا بجسده من خلال أوراده، ويخترق مشاغله التي تشغله عن الوصول إلى ثمرة الأوراد، فيسلك بنفسه السلوك إلى الله تاركا شواغله التي كانت تشغله وعوائقه التي كانت تعوقه عن الوصول، فيسمى سائر. يبقى السائر إلى الله ده درجة بعد العابد. العابد يقعد يعبد كده سنين طويلة بعدين الله أنا ليه كده مش عارف أوصل، يستشعر مرارة الحجاب، فلما يستشعر مرارة الحجاب يبتدي عايز بقى ينطلق من زنزانة نفسه وأوراده إلى السلوك إلى الطريق المواصل إلى الله بترك الشواغل والعوائق. أصل ده عامل زي واحد حبس نفسه في بيته جواه كده، وحاطط بقى إيه شنط، وحاطط حاجته كلها رصاصة في الأرفف وكل حاجته حواليه، وطول ما عينيه عليها ومطمئن إن كل حاجة حواليه قاعد يقول أوراده وأموره مستقرة، فمحبوس في محبوس. فهمت؟ التاني يبتدي يتخفف من العلائق، حتى إن هو في سفر طويل، فمش عايز بقى ياخد شنط تعوقه، ومش عايز تبقى الشيلة طويلة، فيبتدي يتخلص من شواغله القلبية اللي هي متعلقة بأمور الدنيا علشان ينطلق بخفة فيصل. فهمت؟ يبقى سالك أو سائر. ورد السائرين هو الخروج من الشواغل والشواغل وترك العلائق والعوائق وتطهير القلوب من المساوي والعيوب وتحليتها بالفضائل بعد تخليتها من الرذائل. لأن احنا قبل كده قلنا إن التصوف ما هو إلا تخلي وتحلي وتجلي، هي دي ثلاث أحوال لازم مر بيها الواصل إلى الله، تخلي من كل العوائق والشواغل والشواغب والمعاق يتخلى، ثم بعد ذلك يتحلى بكل الفضائل والكمالات على سنة النبي ظاهرا وباطنا. فإذا تحقق بالتحلية وكمل من التخلية جاء التجلي وهي التعرفات في قلبه، فيصير عارفا، فهي تخلي ثم تحلي ثم تجلي. التخلي والتحلي في يدك والتجلي بيد الله، أنت مسؤول أن تتخلى وتتحلى، ولكن التجليات تأتي من الله لا منك لا بكفك، ولكن هي من الله. حتى انت تقول ايه في لما تدخل الاسلام، تقول اشهد ان لا اله تخلي الا الله تحلي. فهمت؟ فحتى الشهادة تخلية ثم حلية. فهمت؟ فهكذا كل حاجة في الدنيا تخلية ثم تحلية. فاذا تخليت وتحليت تجلى الله في قلبك فتصير ترى بنور الله، كنت يده التي يبتش بها، رجله التي يمشي بها، عينه التي يبصر بها، فمه الذي يتكلم به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبره. وعبادة السائرين دول بقى مش عايز تشتيت، ذكر واحد يلزمه على يد شيخ عشان يجمع، يعني مش عايز تشتت. وعشان كده كثير منهم ما يتحملش يقرأ قرآن كثير، القرآن عامل زي أنوار متتابعة تيجي تبهر قلبك لدرجة أنك لا تستطيع رؤية من شدة الأنوار، لأن قلبك ما زال في حالة لا تستطيع أن تتحمل هذه الأنوار المتتالية،
فيبدأ الشيخ يدلك على ورد واحد، ذكر واحد تلتزم به حتى تستشعر حلاوته، فيقوى فيك قابل انعكاس الأنوار، فبعد ذلك تنطلق فيما شئت تجد بقى الخير كله. زي الطفل قبل ما يأكل سائر الطعوم بيأكل ايه؟ هو طعمه لبن بس، حتى المية ما يشربهاش، لبن فقط. ليه؟ عشان يجمع قواه وتقوى أعضاؤه، وبعد ما تقوى أعضاؤه لون ليه بقى جميع ألوان الأطعمة بس بالتدريج، يقول لك هبتدي افطمه، هديله مش عارف ايه مسلوقة وايه مش عارف ايه مهروسة وايه حبة حبة، وبعدين تبتدي تطلع عليه أسنان، وبعدين يبتدي يعرف يهضم كل حاجة، معدته تهضم الزلط، ما يهموش بقى بعد كده. خدت بالك؟ كذلك العابد، العابد بيكون لسه في طور الطفولة، فلا يتحمل ان هو يشغل قلبه بأوراد كثيرة لا يجد حضور قلبه فيه، هي كلها عظيمة وكلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، او بعضها عن النبي والبعض الاخر مطابق لما امر به النبي، ولكن ليس على نفس اللفظ، ما يدرش. ولذا تكون عبادتهم ذكر واحد غالبهم، علشان يبتدي بقى السالك يجمع حاله، فتبص تلاقي بقى يقعد مثلا يلزم ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا باسم معين، يوظفه له شيخه، لان ده يجمع قلبه. واما ورد الواصلين فهو اسقاط الهوى ومحبة المولى وعبادتهم بالفكرة والنظرة مع العكوف في الحضرة، كل دي حال قلبهم. خد بالك حال قلبهم كده، عبادتهم فكر ونظر مع العكوف في حضرة مولاه، حيث أنه لا يرى سواه ولا يلجأ إلا إليه ولا يرضى إلا به. وورده إسقاط الهوى، ورده أن يسقط هواه، فلا يكون له هوى بل يكون اختياره وعين اختيار مولاه. فإذا أقامه مولاه في حال يعتبر أن هذا الحال الذي أقامه في مولاه هو الورد الذي أراده الله له، فإذا أقامه في إصلاح الناس يعتبر أن إصلاح الناس هو ورد فينشغل بإصلاح الناس، إذا أقامه في قضاء حوائج الناس يقضي حوائج الناس ويعتبر ان قضاء حوائج الناس هو عين ورده، واذا اقامه في البعد عن الناس يعتبر ان البعد عن الناس هو عين العباده فينشغل بالبعد عن الناس بعباده مولاه، وهكذا. فيصير ورده هو حيث اقامه ربه، فيتقلب في عباده الله في كل حال، فاذا مرض يكون مرضه هو عين ورده، واذا كان في العافيه تكون عافيته هي عين ورده، وإذا كان في الغنى يكون ماله عين ورده، لأنه أخذ بالله وأعطى بالله وعاش في الله، لا هوى له سوى أمرار الله عز وجل. فهم؟ ودي حالة عالية، ودي كان حالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورث منه هذه الوراثة العالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذا. وعلشان كده الإنسان عليه ان هو يهتم في الدنيا اولا انه يوظف لنفسه اوقات تكون مع الله سبحانه وتعالى. في الحديث ولا تأتي على العبد ساعة لا يذكر الله فيها الا كانت عليه حسرة يوم القيامة. وعشان الواحد يبقى في ذكر على طول. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بمعروف او صدقه او اصلاح بين الناس. افتكر الايه دي طول ما انت مشغول طول النهار كده، افتكر انت في حاجه في دول في الثلاثه ولا مش في حاجه في الثلاثه. لو في حاجه في الثلاثه اقعد، ده وردك، مش في الثلاثه انصح على طول كده. والذكر متنوع كل بحسب حاله. ربنا نوع عليك الاذكار علشان تختار منها اللي تجد فيه الحضور مع قلبك، لأن ممكن يبقى في ذكر، في بعض الناس يبقى ذكره مثلا استغفار وصلاة على النبي وبعدين يبتدي يقول لا إله إلا الله، يقعد فترة طويلة كده، وبعدين بعد فترة مش قادر يقول لا إله، ما يستحملش،
ويقول الله بس. يعني اول ما يقول لا اله قبل ما يقول الله تجيله ضلمه في قلبه مش مستحمل، دي حال بتجيبه كده. فتبص تلاقي يصير ذكره الله 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 الله، بعد ما كان ذكره لا اله الا الله لا اله الا الله صار بعد ذلك الله الله الله، لانه يستوحش ان يذكر سوى الله. دي حال تاني. فكل واحد بيختار الذكر اللي يجد فيه قلبه. واحيانا ربنا يدي الواحد حال تبص تلاقي كده عايز يقول الله كده على طول ما يشبعش منه، واحيانا يديله حال يبقى عايز يقعد يصلي على النبي كده على طول، واحيانا تانية يديله نشاط عايز يقرا قران على طول ما يعملش غير انه يقرا قران، واحيانا يبقى عنده حال عايز يصلي بس، فتلاقي كل ما ينوي ركعتين اللي خلصوا يقوم تاني يجيب على طول. بتحصل لكل الناس. فانت تترك نفسك على ما اقامك الله فيه مع توظيف وظائف ثابته في اوقات معلومه تواظب عليها بقدر الامكان حتى لا تضيع اوقاتك. ولذا يقول الحسن رضي الله عنه: أدركت أقواما كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم ودراهمكم. يعني في واحد مثلا عشان يوفر له 2-3 جنيه وهو بيشتري حاجة، مثلا هيشتري بنطلون مثلا، يقولوا له إيه ده البنطلون ده في المانيال ب50 جنيه، لكن في بقى محل في بولاء في ناهية تلاقي هناك ب50، ده تلاقي هناك ب30. عايز يوفر 20 جنيه حاجه جميله، يقول لك انا هركب الاوتوبيس مش عارف اي يعني هدفع لي جنيه مواصلات رايح جاي اوفر لي 20 جنيه. يقوم يضيع 3-4 ساعات علشان يوفر 20 جنيه، الثلاث اربع ساعات دي تساوي الاف الجنيهات. لا تعوض بقى. روح هات ابو 50 ووفر الثلاث اربع ساعات واقعد كده مع ربك كده فيها، اتفرج كده هيحصل لك ايه انوار. عشان كده كانوا اشفق على ساعاتهم من اشفاق الناس على دنانيرها ودراهمها وفلوسها. فهمت؟ فالواحد يلاقي الحاجة جنبه يجيبها حتى ولو غالية مش مشكلة. يقول لك يعني انا هعيش طول عمري مخموم؟ لا، ده انت ياما بتشوف. انت تعرف تجيب ساعة من عمرك ضاعت منك بكام؟ تجيبها بكام؟ اشتريها بقى. هات ساعة كده ضاعت منك واشتريها. ما تعرفش تجيبها وليست لها ثمن، لان اصلا ما تتجابش على الارض كلها. يبقى انت بتضيع 2-3 ساعات لا ليس لها مثيل على الارض من القيمة علشان توفر مسكين انت تضرب مشوار في الدراسة علشان ولا مش عارف فين في ابو العيلة علشان تجيب سباكة، السباكة هناك هتلاقيها اوفر شوية مش عارف منين. والناس مضيعة عمرها في الكلام ده، مش عارفة ان عمرها ده ساعات وانفاس، ساعات وانفاس. وعشان كده كانوا الناس الصالحين كده، معاه فلوس يجيب، معهوش فلوس ما يجيبش، ما تفرقش بقى معاه، مش فاضي هو يلف في الدنيا ويبرم علشان يدور ارخص بضاعه فين علشان يجيبها، مش فاضي هو لكلام الفارغ ده، لانه مشغول في ما هو اهم. قالوا لسيدنا ابراهيم ابن ادهم بيكلموه على موضوع الغلاء والحاجات دي، قال لهم ايه انا ما بتفرقش معايا، بيشتكوا له ان اللحمه غليت في زمانهم. فبيقول والله انا اذا غلى الشيء عندي ارخصته. قالوا له ازاي وانت يعني وزاره التموين هتصدر فرمان ترخصه؟ قال لهم اذا غلى الشيء عندي ارخصته. قالوا كيف؟ قال لا اشتري، يبقى ارخص ما يكون عندي، مش هدفع في حاجه خلاص بقى ارخص حاجه عندي، فادي ترخيص. ولو الناس عملت كده تبص تلاقي البضائع كلها ترخص، لان حتى بالتجاره يقول لك كده، يقول لك لما يقل الشراء على الحاجه تقوم تزيد عرضها في السوق تقوم ترخص. انما الناس علشان مسعوره اول ما الحاجه تبتدي تقل في السوق وتغلى يبتدوا يخزنوا وتقوم تزداد غلاء. انما لو هم ماشيين على حكمه الحكماء، هي دي حكمه الحكماء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من امسه فهو محروم، ومن لم يكن في الزياده فهو في النقصان، ومن كان في النقصان فالموت خير له. يبقى يموت احسن عشان يلحق نفسه يموت وهو عالي بدل ما يموت وهو حبيوت. فهمت؟ نقولها تاني، خد بالك. من استوى يوماه فهو مغبون، يعني حتى لو فضل مستوى عالي كده في يومين ورا بعض نفس المستوى مغبون. لان انت لو تاجر في السوق بتتاجر في مليون جنيه ولقيت نفسك المليون جنيه الشهر ده مليون والشهر اللي بعده زي ما هي مليون، في مفهوم التجار تبقى خسران، صح؟ مع ان فلوسك ما قلتش. انت مع الله كده، اشمعنى انت في الدنيا بتقيسها كده
ومع الله ما بتقساش كده. من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من امسه محروم. المليون الشهر ده بعد شهر بقت نص مليون، فبقيت محروم بقى خلاص، خساره. فهمت؟ بقيت النهارده فالموت خير له. قال النقشبندي رحمه الله: ولهذا لم يترك العبادة سيد هذا المقام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، لأن النبي كان عايز يبقى في زيارة كل يوم صلى الله عليه وسلم. بعدما تتورم قدماه في قيام الليل تقول له السيدة عائشة والصحابة: يعني لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فقيل له: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأفاد صلى الله عليه وسلم أن شكر النعمة تمام الخدمة، وهو موجب للذل المزيد. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا سبيل الطائفة، وهذا سيد الطائفة الجنيد رضي الله عنه لم يترك أوراده في حال نزاعه، فقيل له في ذلك فقال: ومن أولى مني بذلك وهذه صحائفي تطوى. فلم يترك الخدمة، كان بيطلع في الروح كده وفي النزع يقول لهم: هاتوا استفحى عندي الورد بتاعي. سيدنا الجنيد يقول: لسه الورد ما خلصتوش. طب ما انت سيب نفسك، ده انت خلاص. يقول لهم: انا احول ما اكون الى هذه الاعمال وانا في هذه الحال. يعني عايز يبقى باستمرار في الزياده في كل لحظه. وقد راى رجل من الجنيد رضي الله عنه وفي يده سبحه، كان الجنيد بقى اشتهر في عصره، والكرامات كانت بقى ايه، ربنا جعل ولي ظاهر كده كراماته في كل حته، محدش ينكرها، يشوفوها كده راي العين. فاشتهر اول جنيد، فراح الراجل يزوره فلقى في ايده سبحه. قال له: الله، ده انت زي العباد اللي لسه المبتدئين، فانت راجل واصل خلاص ولسه في ايدك سبحه. فقال له: انت مع شرفك تاخذ في يدك سبحه؟ فقال: نعم، سبب وصلنا الى ما وصلنا فلا نتركه ابدا. يعني المواظبه على الذكر وصلتنا، فما نتركوش ابدا. اتركه ازاي اذا كان هو اللي وصلنا؟ ذكر الله ولا ذكر الله اكبر. فالشريعه باب والحقيقه بيت الحضره. قال تعالى: واتوا البيوت من ابوابها. فمش هتخش بيت الحضره الا من باب الشريعه. فهمت؟ واتوا البيوت من ابوابها، هتخش من الشباك تبقى حرام، هيرزعوك على ابوه وتضطرب لو نطيت من الشباك على طول علقه كبيره. ولكن لو دخلت من الباب تدخل مع الاسياد. فلا دخول للحقيقه الا من باب الشريعه. قال: وقد رأيت كثيرا من الفقراء قصروا من الشريعة فخرجوا من الطريقة وسلبوا نور الحقيقة. في ناس أول ما تبتدي تظهر عليه بوادر الولاية كده يفرح أوي بيه، يوم يبتدي يقصر في أوراده ويقصر في صلواته ويقصر في عباداته، فربنا يروح سلبه النور ويرده تاني زي ما كان في المزبلة بعد ما كان ماشي في بستان المعارف، يرجع في مزبلة الحجاب تاني، لأن هو مش هينفع يعيش إلا إيه، في المزابل. وكان شيخنا اليزيدي رضي الله عنه يقول: كل من ترك الشريعة من غير جذب ولا عذر سلكوت كبير، صعلوك يعني، صعلوك كبير. كل من ترك الشريعة من غير جذب، جذب يعني يجي له وارد كده يتخلع مخه فبقى مجنون خلاص، والعقل مناط التكليف، فما بقاش مكلف خلاص، ده معلش عذره، ده مكذوب، ده يقعد على باب السيدة زينب، يقعد على باب سيدنا الحسين يريل، وكل شوية يعمل كده
ويتنطر كده وماسك سبحة ويتنطط ويعمل اي حاجة يقول اي كلام، ملناش دعوة بيه بقى ده مجنون، ورفع عنه التكليف، يسمع اذان ورا اذان ويخشش يصلي، ده مكذوب، ده عنده عذر خلاص مكذوب. لكن انت لا مكذوب ولا حاجة، في كامل وعيك وفي كامل ادراكك، وبعدين تقول انا خلاص وصلت بقى رفع عني التكليف، تبقى وانتج. لو كان يرفع التكليف عن احد كان يرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل من ترك الشريعة من غير جذب ولا عذر، عذر يعني ترخص بقى، رخص لترك الشريعة كأكل الميتة للمضطر، وترك الصلاة أو الجمع بين صلاتين للمسافر أو للمريض بعذر، أو ترك القيام في الصلاة لعذر، يبقى في عنده عذر بقى، فترك الكمال من أجل أعذار جاته. لكن لو ترك الكمال ولا عذر ولا جذب يبقى صعلوك، صعلوك على طول. ربنا ينجينا من الصعاليق. ونقف عند هذا الحد، وكل عام وأنتم بخير، ونكتفي بهذا القدر من الحكم العطائية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وذكرنا، وأن يوصلنا إليه، ويأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يسلك بنا مسالك أهل الجذب، وأن يحققنا بحقائق أوليائه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، ينصر المسلمين على أعدائهم في الباطن وعلى أعدائهم في الظاهر، أعدائهم في الباطن شهواتهم ونفوسهم وتفرقهم وتفرق كلمتهم وإرادتهم الدنيا، فنسأل سبحانه وتعالى أن يخلصهم منها وأن ينزعها من قلوبهم حتى يجتمعوا يدا واحدا على أعدائهم في الظاهر. فالله سبحانه وتعالى يعيد علينا هذه الأيام أعواما مديدة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأله شكر نعمته وحسن عبادته، ونسأله لسانا ذاكرا وقلبا سليما، ونعوذ به من شر ما يعلم، ونستغفره لما لا يعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.